بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم اخباركم ايه؟ يا رب تكون الحلقات اللي فاتت عجبتكم وكانت لطيفه. ما تنسوش يا جماعه تكتبوا لي كل حاجه في الدنيا في الكومنتات، انا هقراها وهتابعها دايما علشان اعرف ايه اللي انتوا عاوزينه وايه كل تعليقاتكم على اللي انا بعمله ده. احنا النهارده عندنا منيو لطيف جدا، هعمل لكم شيش طاووق فراخ خطير، وهنعمل كمان معاه رز مبهر هيتقدموا مع بعض تحفه جدا، وهعمل كمان بايركس كده من البطاطس المسلوقه محشيه حاجات وعليها بشاميل، يعني حاجه كده خطيره جدا برضو وظريفه، وهتخلص يعني اللي هياكلها هيخلصها فورا. هنعمل كل ده بعد فاصل صغير جدا ان شاء الله، خليكم معانا. انا جيت هنعمل بقى دلوقتي تتبيله الشيش طاووق، وهسيبها كده شويه متتبله عقبال ما نعمل الرز المبهر. بصوا بقى الشيش طاووق ده برده سهل قوي، كل اكل على فكره سهل. الناس اللي بتستصعب الاكل دول لا والله، بصوا يعني ايه الجلوفز، بصوا تحسوا ان انا عايز ايد كبيره. هنلاقي المقادير دلوقتي بتاعت الشيش طاووق موجوده قدامكم، وانا هقولها برده. انا عندي فراخ صدور او اوراك زي ما انتم عاوزين، هنقطعها مكعبات تمام. والتتبيله عباره عن زبادي، مستارده، الكميات بقى حسب ما انتم عاوزين، يعني مثلا دي واحده زبادي ونص من اللي هي الصغيره، ودي معلقه كبيره حلوه كده مليانه من المستارده، ثلاث فصوص ثوم مفروم، بابريكا، ومعجون صلصه طماطم، وطبعا ملح بقى وفلفل هنحطهم معاه هيبقى لطيف جدا. ممكن كمان نحط شويه ليمون، ممكن نحط شويه خل، هيبقوا تمام. لو ما عندكيش زبادي وعايزه تحطي لبن هينفع نحط لبن، ونحط معاه بس ايه بدل يعني نص عصير ليمونه حطي ليمونه كبيره او ليمونه ونص بس، وهتبقى لطيفه جدا. انا هعمل التتبيله اول حاجه، ادي الزبادي، مستارده، مستردة هتدي طعم حلو قوي، هي اصلا متنكهه كده لطيفه. الثوم المفروم مش هحط الكميه كلها، شويه بابريكا، صلصه، يلا انا احط كله بقى. ها تمام، عايزه احط ايه، ملح وفلفل، اديله صلصه بقى يعني ادلقي صح. لا ما تدلقيش قوي، لا يعني خليكي ايه، خليكي خطيره. هي دي بس كده التتبيله، سهله قوي. بس هنحط طبعا، انا كنت هنسى الليمون والخل، معلقه خل، معلقه عصير ليمون، وكمان هحط زيت. شوية زيت بس، نقلب التتبيلة الحلوة دي. نقدر نستبدل الزبادي بلبن، بس هنكتر عليه نص ليمونة زيادة بدل ليمونة، يعني ليمونة ونص، واللبن هيبقى أكبر من الفنجان بشوية، فنجان القهوة لبن. بس الزبادي بيطري برضو الفراخ وبتبقى لطيفة. هنزلها بقى، سيبها في التتبيلة. الفراخة دي معصلجة اهو، عايزة احط الحلة على النار علشان تلحق تسخن. ونعمل بقى الرز المبهر. تتبيلة حلوة قوي 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 وسهلة، والمكونات بتاعتها موجودة في البيت.
يعني انت ممكن تعملي كميه الفراخ دي وتسيبيها في التتبيله كده في التلاجة من الصبح مثلا، وتروحي الشغل بقى ومش عارفه تعملي كل حاجه، وترجعي البيت تحطيهم على طول في الستيكس ويتشووا، هتبقي خلصتي الغدا. سيبها كده في التتبيله. معايا بقى الحله اللي هعمل فيها الرز، شويه زيت، احط كمان زبده. مقادير الرز ايه بقى؟ مقادير الرز بسيطه، زيت وزبده او ممكن سمنه. ومعايا هنا رز بسمتي اهو، عايزه برضو تغسليه او تنقعيه 5 دقايق في ميه وبعدين تصفيه زي ما انت عايزه، تمام. ومعايا بقى ايه، بصوا، ورق لورا، معايا حبهان، ممكن تحطي حبهان باودر لو مش عايزه الحبهان صحيح. معايا كمان كركم وكاري، ومعايا عيدان قرفه ومكعب مرق. عايزه اقول حاجه بالنسبه للحبهان والروزماري، عديهم وانت حطاهم في الرز، عديهم علشان تشيليهم بعد كده. الروزماري طبعا لازم تشيليه على طول، لان هو يعني رخم جدا، لا قدر الله لو حد بلع ولا اي حاجه ممكن يعملوا مشاكل في زوره. فانت كده هتحطي واحده او اتنين بعد ما الرز ما بيستوي، تبقي عارفه ان انت حطيتي 2 ورق لورا، تشيليهم على طول. والحبهان طبعا لو عندك صحيح عدي برده، حطيتي كام واحده وشيليها، او لو عندك بقى اللي هو البودره يبقى مفيش مشكله. عايزه بس الحله تسخن والزبده تسيح والزيت كمان، تمام. نشيل بقى انا الحاجات اللي انا مش محتاجاها دي. تمام. وانتوا بقى يا جماعه ازيكم بقى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون الحلقات بتعجبكم بجد، والوصفات اللي احنا بنقدمها تكون لطيفه. يعني احنا ايه؟ بنحاول نبتدي بشويه حاجات خفيفه والناس كلها بتحبها، واحدة واحدة هنخش في التقيل إن شاء الله، بس إيه بالراحة عليا يعني. هتشوفوا حاجات خطيرة جدا. تمام. اللي ملحقش يكتب مقادير تتبيلة الشيش طاووق هقولها كده برضو إيه في السريع. زبادي حطينا عليه توم. استنوا بقى، ده انا هفتكر دلوقتي ان شاء الله. زبادي، ثوم، حطيت بابريكا، حطيت مستارده، معلقه كبيره مستارده كده، يعني مستارده توصي بيها، خليكي بحبحاني كده في المستارده. ملح وفلفل، ومعلقه كبيره خل، معلقه كبيره ليمون، ومعلقتين كبار زيت. بس على فكره انت ممكن كمان تشيليها كده في اكياس وفي الفريزر، تبقي ريحتي دماغك، حلوه جدا بقى لما تيجي تطلعيها. انا عايزه بس الزبده ايه. طيب هعمل ايه بقى بعد كده؟ هعمل ايه؟ هحط التوابل دي كلها تتشوح وتطلع ريحتها قبل ما احط الرز. هحط مكعب المرق، بحب اسيحه قبل ما يعني ما احطوش صحيح كده. هنعد الحبهان 5، انا بحب رقم 5. ورق اللورا هنحط 2، وحاولي ما يبقاش مكسر علشان ما يتكسرش في الرز واحنا مش واخدين بالنا فنشيلها، لان ده وحش قوي لو حد بلعه، بالذات الولاد الصغيرين ما بياخدوش بالهم. حطيت 2 كفايه، ونشوح برضو العيدان القرفه دي. كل ده بقى هيطلع ريحه دلوقتي وهيبقى تمام. هو بيسخن ولا ايه اخباره؟ تمام، هيشتغل دلوقتي يا جماعه، هيشتغل. علشان بقى الشيش طاووق انا معايا فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، وفي برتقاني كمان اورنج، اللي عايزه اخضر بس اوكي، والبصل كمان. حاولي طبعا يكونوا متقطعين احجامهم قريبه من بعض عشان لما نحطهم في الاسياخ يبقى شكلهم حلو. لو عايزه كمان تحطي معاهم مشروم، بس يعني يا اما تقطعيه نصين، يا اما المشرومية تبقى حجمها متوسط كده وتدخليها برضو في الاسياخ معاهم، هتبقى حلوه قوي. نريح المعلقه في الطبق اللطيف اللي بيريح المعلقه الحلو ده.
هنا هتسخن ان شاء الله ان شاء الله ربنا يسهل. تمام، محضره الرز اهو معايا والكركم والكاري اهم جنبي. عايزاها بس تسخن شويه قبل ما احط الكركم والكاري والرز. النار شغاله وتمام. انا قلت لكم ان الفراخ ممكن تبقى صدور ووراك صح؟ متهيألي قلت لكم كده، تنفع صدور وتنفع وراك. ما تقطعيش بقى حتت صغيره وتلاقي نفسك وانت بتدخليها في سيخ ايه مش عارفه بقى وصغيره وبتاع، قطعي حتت حلوه. هنعمل ايه؟ نحط شويه كركم وكاري بقى، مش عايزه ازود قوي. كاري معلقه صغيره، وهنزل بالرز البسمتي الظريف. الريحه بقى ايه ابتدت تطلع جميله قوي. ملح وفلفل، فلفل اسود. تمام، كده الرز بقى الريحه ابتدت تبان كل الحاجات. عايزه اقول على حاجه كمان مهمه قوي، لازم نحط ميه سخنه، ما تحطيش ميه عاديه. يعني ما دام الحله سخنه والحاجات كلها سخنه يبقى لازم تحطي ميه سخنه. انا عندي هنا ميه سخنه برضو اهو، ميه. كمية المية قد ايه بقى بالنسبة للرز البسمتي؟ انا برضو بعملها زي الرز العادي بتاعنا، عقلة صباع واحدة بس زيادة ارتفاع عن الرز بس، وتابعه بقى لو احتاج شوية مية كمان احط، لكن ما بزودش قوي علشان ايه يعني انا الرز البسمتي ما بحطش على كوباية الرز كوبايتين شوربة او كوبايتين مية، لا ما بعملش كده، بحط اقل، وبيطلع حلو جدا وظريف. انا سايباه على نار عالية، لا مش هغطيه، هسيبه لغاية لما يغلي واقول لكم امتى بقى هغطيه واسيبه يكمل تسوية. نيجي بقى للفراخ اللطيفة والحاجات الحلوة دي، نبتدي نحط الفراخ في الأسياخ ونحضرها. تمام، ونلبس الجلوفز الكبير قوي ده. السيخ اهي ظريفة، خد لي بقى ايه، صدقوا احنا ممكن برضو ناخد شوية من دول كده، ايه شوية من دول في نفس التتبيلة كده. حط فلفلاية احمريكة، واحدة تانية اخضر مثلا، وبصل. الجلوفز بقى ده ايه هيطلع ايدي شكلها اهبل شوية معلش كده. من الفراخ بصل، فلفل، فراخ، وبصل تاني، فلفل، اهو
هو مين اللي بيستخدم الجلوفز دي؟ مين ايده كبيره هنا بشريف عفيفي؟ ايده كبيره انت ده بتاع شريف عفيفي. عايز اشوف الموضوع ده جايبينه كبير قوي ليه كده. والله ده يعني ايه السيخ ده؟ كفايه كده. بلاش الصغيرين دول، ناخد الكبير. الحمد لله خلصنا اول واحده. اهي عايزه ابص على الرز، هو كده ايه اتشرب اتشرب. هعمل ايه بقى في الرز ده دلوقتي؟ هحطه على نار اوطى نار خالص، اصغر واحده فيهم، وعلى نار واطيه، وهغطيه وهسيبه ربع ساعه بس. ربع ساعه تبقى كفايه جدا ان الرز يستوي. وهكمل بقى ايه الشيش طاووق، وهنروح لفاصل صغير جدا. خليكم معانا، سوف نعود ان شاء الله. انا جيت. ايه الاخبار؟ الرز اهو كده تمام. انا حطيته على نار هاديه زي ما اتفقنا، وهغطي عليه واسيبه يكمل تسويه. خلصنا الشيش طاووق كمان اهو في الجريل بقى، خد له تشويحه. انا عايزه ادهن الجريل مسحه زيت خفيفه قوي خفيفه قوي، وانا اوريدي حاطه في التتبيله زيت يعني، فهحط مسحه خفيفه جدا. طاسه كده سخنه، جريلاية سخنة جدا، ونحط الايه يا عيني تحسوا بشوي. الله الله الله، بصي تمام. نيجي بقى بالنا كده ايه نظبط الدنيا في مكان لايه لاخر واحدة اهو. تمام. الله على الريحة، حلوة جدا جدا جدا. بصوا بقى، عشان وانا بشوي عايزة اعمل طبق تاني. الطبق التاني ده هيكون كور البطاطس بشكل حلو قوي، محشية لحمة مفرومة والكلام ده كله، وهنقدمها بشكل حلو قوي. هوريكم دلوقتي فكرتها عاملة ازاي. بس ايه عايزه عيني تبقى على الشيش طاووق ده علشان ما يتلسعش. تمام. انا معايا بقى هنا الطاسه، عايزه اشغل النار. وعايزاها بقى ايه تسخن، واقول لكم على المقادير. المقادير بقى عباره عن ايه؟ لحمه مفرومه، تمام، بصل. هنعصج اللحمه المفرومه عادي خالص، لحمه مفرومه وبصل وفلفل الوان، اوكي. ومعايا كمان زبده ودقيق، معايا لبن، معايا كريمه. لو ما عندكيش كريمه استخدمي لبن عادي خالص يعني، مفيش مشكله. استنيه بس هنا ايه الطاسه دي تسخن اهي، حط لها شويه زيت خفيف قوي مش كتير، لان اللحمه المفرومه اصلا بيبقى فيها نسبه دهن. تمام. ايه انا عايزه احط كمان حته زبده، عشان هتعرفوا ليه، لانها يعني هحشي بيها، فعايزه اللحمه تبقى طعمها ايه حلو قوي كده. لما الزبده تسيح هنزل باللحم. تمام اهو كده. نحط بقى اللحمة، لحمة مفرومة فيها نسبة دهن. تمام.
كده، سيبها ايه لغايه لما ايه تسخن شويه. شوف ايه اخبار الجريل، ضعيفه شويه لو حصل كده معاكي والجريل مش مظبطه، او عملتيها في الطاسه العاديه من غير جريل، ممكن تدخليها فرن شويه، هتاخد اللون ده فاتحه الشوايه وفاتحه الفرن على درجه حراره 200، هتلاقيها استوت وبقت هايله واخدت اللون الحلو. لو حصل، وانا شكلي هعمل كده دلوقتي لان الجريل ايه حتت سخنه منها وحتت لا، فانا ممكن بس بعد ما اديها لون خفيف كده هدخلها الفرن. عايزه ابص على الرز، الرز فاضل له ايه ثانيه يكون ان شاء الله خلص. الحاجات دي كده نشف وخلاص. طبعا احنا البوتاجازات عندنا في البيت بيبقى النار بتاعتها اعلى وبتسخن الاطار كله بتاع الطاسه او الجريل، لكن هنا مثلا هتلاقي جزء سخن، اللي في النص سخن واللي على الاطراف لا، فعلشان كده انا هفضل ان انا ادخلها الفرن. اللحمه المفرومه اهو، هتلاقوا بقى ايه المقادير بتاعه بايركس كور البطاطس، هتلاقوها على الشاشه دلوقتي. مقاديرها بسيطه خالص بس تقديمها شيك وفكرتها حلوه اهو. ايه الاخبار يا شيش توك؟ تمام، انا شكلي هدخله الفرن عشان اطمن ان هو استوى كويس وخد لون حلو. اللحمه المفرومه كده ايه بقت تمام. عندي بقى الفلفل الالوان متقطع صغير خالص، لان انا زي ما قلت لكم اللحمه المفرومه دي انا هعملها حشوه، فمش عايزه الفلفل يبقى كبير كده ورخم، عايزاه يبقى صغير. انا مش فاكره انا حطيت ملح ولا لا، بس تاني لا حطيت فلفل اسود بس صح، شويه ملح. حشوة بسيطة جدا، تقدري برضو تستبدليها بأي حشوة تانية انت عايزاها. انا ايه هدخل الشيش طاووق ده الفرن، اجيب صينية كده. انا محطتش البصل، شفتوا نسيت احط البصل كمان مع اللحمة، البصل ده مهم جدا طبعا. يبقى اللحمة والفلفل الألوان والبصل وملح وفلفل. عايزة برضو تحطي مشروم، بس المشروم يكون متقطع صغير، أي حاجة عايزة تحطيها تنفع بس إيه قطعيها صغير علشان هتبقى حشوة. هنحط بقى إيه شيش طاووق ده، أنا هدخله الفرن. علشان الجريل دي إيه مش مساعداني، في فرخه فكت، حطها فين؟ حطها هنا، ايوه كده. تمام، هتدخلها الفرن على درجه حراره 200، هسيبها تقريبا ايه 20 دقيقه وهتبقى فظيعه وخطيره ان شاء الله. ده بقى خلاص دي انا مش محتاجاها، طه هنا.
نرجع بقى للحمة ووريكو قصص باللحمة. وعايزة أبص على الرز، مدام الدنيا وسعت بقى نيجي هنا، صح؟ صح ولا ايه؟ كده نشوف الرز اخباره ايه. انا عايزه اجيب الايه، خلاص بقى اتعلمت كل ما اشيل البتاع ده يبهدل لي الدنيا. الله على الريحه الحلوه. انا ما حطيتش كركم كتير، فهتلاقوا اللون الاصفر بتاعه فاتح شويه. لو انتوا عايزينه اغمق من كده ابقوا زودوا زي ما انتوا عايزين براحتكم. تمام، الرز على فكره كده استوى خلاص، محتاج اكتر من كده، وهطفي عليه حالا. نطفي على الرز، نطفي على الرز. والله هو تصدقوا اتطفى لوحده، يكتر خيره. بس دي كده حشوه. تمام، انا بقى محضره ايه؟ ادي بطاطس مسلوقه، وانا قعدت ايه فتفتها كده بالشوكة علشان بس تبرد ووريها لكم. انا ههرسها عادي خالص بالشوكة. تمام، بطاطس بقى ايه قشريها، قطعيها مكعبات واسلقيها او تسلقيها بحالها زي ما تحب، يعني مفيش مشكلة. تمام، هيل هيل. هجيب بقى البايركس هنا قدامي، بس انا كنت عايزه اعمل صوص بشاميل كمان كده سريع، فايه ههرس البطاطس وهحضر صوص بشاميل برضو. احنا عندنا فاصل دلوقتي صح ولا لسه؟ لسه شويه. تمام، البطاطس ايه اتهرست وتمام التمام، حشوة كده تقريبا خلاص. طب هنعمل ايه بقى؟ انا عندي البايركس بتاع اللي انا هعمل فيه الكور البطاطس دي، هجيب الجلوفز. حضر البطاطس وبعد كده بقول لكم ايه انا بعمل البشاميل ازاي. دلوقتي هنطلع فاصل، نقلع البتاع ده ماشي. كبير قوي وشكله وحش قوي بصراحه. بصوا عندنا فاصل سريع جدا، تكون البتاع دي برضو قلبتها كده كام تقليبه، بصيت على الشيش طاووق وبس خلاص. استنونا. انا جيت. ايه بقى، البطاطس خلاص اتهرست اهو، والحشوه بتاعت اللحمه المفرومه تمام بالفلفل والبصل وكله مية مية. هنعمل ايه بقى؟ بص البطاطس انا عايزه الاول املحها بالملح والفلفل، يعني اظبط ملحها وفلفل بتاعها كمان كده. مش هزود الفلفل قوي عشان احافظ على لونها، بس هزود الملح سنه بس. وهرجع بقى للايه للجلوفز، بسه بقى تاني اهو. وايه بقى، شمر البطاطس بقى ايه، ههرسها كده بايدي. تمام التمام، اتاكد بس انها اتقلبت كويس عشان الملح والفلفل فيها. عايزه برضو تحطي بصل بودره، توم بودره، اي حاجه من الحاجات دي فيها شغاله زي الفل. هاخد بقى ايه واحده بطاطسايه كده حبه كده حلوين. يوه ها، اعمل لها حفره. عايزه اخدها بمعلقه احسن علشان
ما بوظش البطاطس كده. اقفل عليها، لو عايزه اقفل عليها بشويه بطاطس كمان عادي خالص. اهو بقت ايه، كوره، ولو باينه برضو عادي خالص مفيش مشكله، كوره كده ايه لطيفه، هحطها في البايركس كده. تمام، اللي بعده كده. تمام، كتله كده من البطاطس المسلوقه. الجلوفز ده تعذيب كده، ونقفل عليها. هنحاول نخلي الكور بتاعت البطاطس ايه قد بعض. انا هقلع الجلوفز يا جماعه لانه رخم قوي. اخد البطاطس الحلوه دي، لو في حته مش مهروسه لسه هخليها بقهرسها بالشوكه كويس كده. حته كده من الحشوه دي، نقفل حته بطاطس. الشيش طاووق ريحته طلعت، عايزه ابص عليه. كفايه كده ثلاثه، ونعمل ثلاثه كمان جنبهم كده. تمام، ازيكم عاملين ايه؟ البطاطس المهروسه دي ليها يعني مليون وصفه، تدخل في 100 حاجه، وحلوه وسهله. يعني هتلاقوني من وقت للتاني بعمل لكم وصفات كتير بالبطاطس المسلوقه تحديدا، وحاجات كلها شكلها حلو قوي. كمان البطاطس دلوقتي بقى سعرها ايه يعني معقول كده وحلو، نقدر يعني ايه نقدر نجيب دلوقتي البطاطس عادي بقى كده. وشويه حشوه اهو، ونقفل كده عشان تتكور معانا بسهوله. تمام اهو، هعمل ايه، هغسل ايدي الاول. تمام، وهعمل صوص بشاميل كده في السريع، بس انا عايزه ابص على الشيش طاووق الاول اطمن حتى قلبي يطمئن لحسن برستيج يضيع. يا سلام، لسه قدامه شويه. دخلت في عيني، يا عيني. هشيل بقى ده وهعمل البشاميل الحل اهي. دي كمان انا خلاص الحشوه دي هشيلها نحطها في التلاجة نستخدمها في حاجه ثانيه مره كمان. ده هنا اهو. تمام، البشاميل مفيش اسهل منه، وانا بعمله بقى ايه طريقه سهله خالص. عايزه الزبده تبقى ضعف، لا الدقيق ضعف الزبده. يعني ايه؟ يعني مثلا لو خدنا كده معلقه من الزبده. تمام اهو. وعايزه اقول لك على حاجه، يعني انا مثلا لو انت مش عارفه دي معلقه زبده ولا دي يعني هي معلقه ولا اقل من معلقه ولا معلقه كبيره، في منظر لازم تشوفيه وانت بتعملي البشاميل هيطمنك. انا عايزه بس الزبده تسيح، وجنبي الدقيق، جنبي معلقه. يعني هقول لك على حاجه لطيفه جدا، لما احط الدقيق في منظر عايزاكي تشوفيه، لما تشوفيه يبقى كده الدقيق والزبده او السمنه حلوين قوي، هيطلعوا قوام البشاميل لطيف. انا عايزاها بس كده تسيح. تمام، سيحي بقى يا زبده بقى. ايوه
كده خلاص. الدقيق إيه بقى هحط الاول كده معلقه واقلب. ايه اللي حصل؟ انا حاسه ان الزبده بصوا لسه سايله، انا عايزاها تتقل شويه، هزود شويه واقلب نشوف المنظر هيبقى عامل ازاي. شفتي بقى دلوقتي ايه اللي حصل؟ شكله حصل ايه؟ الدقيق مع الزبده خلى شكله هو الشكل ده. الكاميرا جايباه يا جماعه، هو الشكل ده. اول ما تلاقي المنظر الدقيق مع الزبده او السمنه عمل كده انت كده خطيره جدا. انا معايا كريمه ومعايا لبن، هستخدم اللبن. لبن يكون بارد عشان البشاميل ما يكلكعش، بارد يعني بدرجه حراره الغرفه او حتى ساقع لكن ما يكونش سخن. تمام، احنا الرز خلاص استوى زي ما انتوا عارفين اهو، والشيش طاووق كمان خلص. ادي البشاميل، ممكن نحط له شويه ميه سخنين كمان ومكعب مرق او حتى شويه ميه سخنين يعني ايه يسرعوا شويه. خلاص احنا فكيناه وقلبنا، يسرعوا شويه ان اللبن يسخن بسرعه بس كده، بس كفايه عشان ما ياخدش وقت لغايه لما يغلي. طبعا بقى نحط له ملح فلفل، انا بحب الفلفل الاسود قوي في البشاميل، في ناس بتحب تحط فلفل ابيض، لا انا احب الفلفل الاسود كده. وهنلاقيه تقل دلوقتي، الدقيق ده خلاص كده هشيله. تمام، عقبال كده ما البشاميل يتقل شويه، انا مش قلقانه عليه لان انا قلبته كويس وهو على البارد، فان شاء الله مش هيكلكع ولا حاجه. فانا هسيبه بس كده يغلي وابص على الشيش طاووق اطلعه. يا سلام يا سلام، اهو اتحط في الفرن وهايل جدا، ان شاء الله هيعجبكم. ايه بقى احنا ممكن نقدمه؟ مستنيه البشاميل بس كده ايه يغلي. الله على الريحه. ايوه يا سلام، حطه هنا كده، اشيلها بقى عشان سخنه سخنه جدا جدا البتاعه دي، احطها هنا. اخبار البشاميل ايه؟ ده يخلص، قبل ما يخلص البشاميل طبعا انا هعمل ايه؟ البشاميل هحطه على البطاطس وهحط شويه جبنه موتزاريلا وهدخله الفرن بس ياخد وش، لان كل الحاجات اصلا مستويه. انا هعمل ده، عايزه كمان اغرف الرز. ممكن بقى ايه نغرف الرز بايه؟ بصوا ازاي، زي ما قلت لكم الله، الرز مفلفل اهو ظريف مستوي ويجنن. هحطه هنا علشان اقلبه في الطبق يبقى شكله حلو، يعمل لي شكل يعني. ما تنسوش تشيلوا ورق اللورا والحبهان، انا قابلتني حبه هنانانية واحده بس شلتها اهو كده. تمام، نروح في الطبق اللطيف ده. بس يا رب يعمل شكل بقى زيه. ماشي الحال ماشي الحال كويس. من ايه؟ استنوا كده، الله الله الله. ايه اخبارك يا بشاميل؟ اهو تقل الحمد لله. تمام، ده بس ايه يغلي غلوه واحده كده هايل. السمك بتاعه ده كده دلوقتي ظريف جدا، حط كده ايه على كل كره من دول
البشاميل. تمام. وشويه جبنه موتزاريلا. انا بس ايه عايزه الجبنه الموتزاريلا تاخد لون وتسيح شويه كده، هيبقى شكله تحفه وهيخلص على طول ان شاء الله. تمام، نطفي بقى البتاع ده. مية مية كده. تمام، هو انا عملت ايه بقى معاكم النهارده؟ ما تيجي نشوف كده شويه الحاجات دي عقبال ما الجبنه الموتزاريلا تاخد وش. ابقى ده انا رحت سبت الرز، حصل له ايه؟ والله برضو شكله لطيف برضو. ايه اللي حصل لك يا رز كده؟ يعني عشوائي بوهيمي بس ماشي الحال. احنا ممكن نحط له شويه قال يعني بنزوقه، هو اصلا اتفعكش. شيش طاووق رهيب، بس انا مش يعني سخن سخن نار فظيع. عايزه اطفي على ده، انا خايفه البتاع ده يحصل حاجه. تمام، انا عايزه بقى ايه؟ طب ما انا حاطه شوكه. طيب ندوق الرز. بصوا مفلفل، لا مفلفل والله، فاكرين ان مش هفكركم، لا بلاش افكركم. بصوا الرز حلو قوي، خطير جدا، طعم الحبهان فيه والقرفة والحاجات اللي احنا حطيناها فظيعة فظيعة. سيبيه تاني بقى كأني خدت حاجة اهو. بص عليها شوفها خدت لون ولا لأ. يا سلام، خلاص خدت الوش الخفيف اللي تحت الشواية ده، لأن كل حاجة أصلا مستوية. طلعها بسرعة لأن أنا إيه معلية الشواية. الحمد لله كده تمام اهو. لطيفة وسهلة وشكلها حلو. حطلها برضو ايه شوية بقدونس كده 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 وبس خلاص. الحمد لله خلصنا الاكل اللطيف، عملنا شيش طاووق الفراخ، تتبيله سهله جدا وبسيطه، ادينا لها شويه صدمه كده على الجريل، وبعد كده دخلناها الفرن علشان تستوي براحتها على درجه حراره 200. خدت لها تقريبا ربع ساعه 20 دقيقه، وتاكدي ان الفراخ استوت. انا عملت كده عشان الجريل اللي كانت هنا والنار طبعا مختلفه عن نار البيت، ولو ما عندكيش جريل ولا طاسه حطيها في الفرن على طول هتبقى هايله. عملنا الرز المبهر، طعمه رهيب بجد، حلو جدا، مكوناته برضو كلها سهلة. وعملنا كور البطاطس المحشية وعليها كده صوص بشاميل وجبنة فظيعة. إن شاء الله الوصفات تعجبكم جدا يا رب. نجيب بقى إيه شيش طاووق سخن ملهلب، مش عارف مش هعرف أمسكه وأعمل الكلام ده، ودي كمان سخنة، كل الحاجات سخنة، أعمل إيه بس؟ بس لازم أدوق يا جماعة غصب عني، والله أنا بودي ما أدوقش. كان عليا انا والله مش عايزه ادوق، بس ايه بصراحه هدوق. سلام، استنوا بقى. الله 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 الله، فظيعه البطاطس سخنه جدا. هعمل ايه؟ انا دخلتها مع الرز، حلو برضو، حلو حلو جميل، سخنه سخنه خطير جدا. انا بقعد اقول كل حلقه خطير جدا، بس والله بجد خطير. حلوه قوي الحمد لله. انا طبعا ايه هي سخنه صحيح، بس على مين؟ هاخدها وتبرد براحتها خالص، وانا ايه اعيش حياتي واكل الطبق زي ما انا عايزه. اشوفكم ان شاء الله بكره الساعه 2 من 2 ل 3. اتفرجوا عليا وتابعوني وقولوا لي ايه رايكم. باي باي.